لسه كان كل الناس قاعده عماله النهارده بتسال يا ترى التوقيت الشتوي التوقيت الشتوي. انا من محبي التوقيت الصيفي بصراحه جدا جدا، النهار طويل ويبقى يومك منتج كده، ويعني ما النور حلو برضه. المهم المواعيد الجديده لغلق المحلات والمطاعم والمقاهي بعد انتهاء التوقيت الصيفي. معانا على تليفون دكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزاره التنميه المحليه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا، كل سنه وحضرتك طيب. على حضرتك وعلى اهلنا في محافظات مصر، كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه المولد النبوي الشريف. ربنا التوقيت يبدا امتى يا دكتور، وايه المواعيد الجديده؟ يعني فيما يتعلق بمواعيد الغلق بالنسبه للمحال والمطاعم العامه والكافيهات والورش والاعمال الحرفيه والمولات التجاريه، طبقا لقرار يعني السيد رئيس اللجنه العليا لتنقيط المحال العامه السيد وزير التنميه المحليه، وده رقم 456 لسنه 2020. جه في القرار اللي مطبق يعني ده العام الثالث ليه، انه وفقا للتوقيتات مواعيد الغلق الشتويه هيكون بالنسبه لفتح جميع المحال التجاريه والمولات التجاريه باستثناء طبعا المطاعم والكافيهات هيجي دورها. دي طبعا بتفتح من 7 صباحا وبتقفل 10 مساء في الشتاء، عدا طبعا يوم الخميس والجمعه يعني بتمتد ساعه اضافيه، وزائد ايام طبعا الاجازات والاعياد الرسميه فبتقفل الساعه 11 مساء. طبعا التوقيتات دي هتبتدي ان شاء الله من يوم الجمعه القادم، فهينطبق انه الغلق هيكون الساعه 11 مساء. اما فيما يتعلق بالمطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك اللي موجوده جوه المولات التجاريه دي، الفتح بتاعها من 5 صباحا، بتغلق الساعه 12 منتصف الليل في الشتاء. اما طبعا الخميس والجمعه من كل اسبوع وايام الاجازات والاعياد الرسميه بتقفل ان شاء الله الساعه 1 صباحا. طبعا خدمه التيك اواي دي وتوصيل الطلبات للمنازل دي على مدار ال 24 ساعه يعني صيفا وشتاء. نيجي بعد كده الورش بقى. ايوه الورش اللي موجوده داخل الكتله السكنيه دي بتفتح 8 صباحا وبتطلق 6 مساء في الشتاء، عدا طبعا الورش الموجوده على الطرق السريعه ومحطات الوقود دي بيصدر لها قرار رئيس اللجنه العليا وفقا لطبيعتها يعني في عمليه الاستخدام و التشغيل. لو جينا بقى بيستثنى من هذا وذاك طبعا بعض بهذا القرار طبعا محل البقاله والسوبر ماركت والمخابز والافران، كذلك محلات اللي بتبيع الفواكه والخضروات، محلات الدواجن، اسواق الجمله، الصيدليات، طبعا نظرا لطبيعتها الخاصه فدي بتبقى ساعات العمل بتبقى ممتده. عظيم جدا، انا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر ليك دكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزاره التنميه المحليه. اذا القرارات فاعله من يوم الجمعه الجايه. كل سنه وانتم طيبين.